البروسة الخامسة في شابتر الريسك مانجمنت هي بلان ريسك ريسبونس. بلان ريسك ريسبونس مقصود بيها ان انا ابدأ اخطط للاستجابة اللي انا هعملها لو الريسك حصل. انا كنت خلاص عملت ايدنتفاي للريسكس، عرفتها وعملت لهم اناليسز، طيب لو الريسك ده حصل هتكون استجابتي شكلها ايه، ايه هو الريسبونس بتاعي. التعريف بتاع البروسيس بيقول the process of developing options، بتطلع خيارات، و selecting strategies، strategies استراتيجيات التعامل مع الريسك، ايه الريسبونس بتاعي. وهنتعرف في البروسيس دي على مجموعة من الاستراتيجيز. and agreeing on actions، وبتفق على الاكشنز اللي انا هاخدها لما يحصل الريسك، to treat individual project risk. نبدأ الاول في البروسيس ماب الخاصة بالبروسيس دي. بالنسبة للإنبوت عندي البروجكت مانجمنت بلان محتاج الريسورس مانجمنت بلان، نظرا لتعلق البلان ريسك ريسبونس بالريسورسز، لأن الريسبونس ده مين اللي هينفذه؟ ريسك أونر، وممكن أحتاج حد تاني من أفراد الفريق. طالما أنا محتاج أتعامل مع الفريق يبقى محتاج الريسورس مانجمنت بلان، خطة إدارة الأفراد أو خطة إدارة الموارد عموما. الريسك مانجمنت بلان اللي بتقول لي ازاي تعمل كل العمليات بتاعت الريسك، ومنهم البلان ريسك ريسبونس. انا محتاج اعرف ايه التولز اللي انا هستخدمها، الرولز والريسبونسبيليتيز بتاعت الافراد، مين هم اللي بيشتغلوا على موضوع الريسك. الكوست بيز لاين، لان الكوست بيز لاين بيقول لي التكاليف بتاعت المشروع، ومن ضمن التكاليف الكونتينجنسي ريزيرف. الكونتينجنسي ريزيرف هحتاج هنا ان انا ممكن استهلكه، فبالتالي هيبقى ممكن انه يكون انبوت او اوتبوت من العمليه دي. من ضمن العناصر البروجكت دوكيمنتس. البروجكت دوكيمنتس عندي زي الليسونز ليرند ريجستر، سجل الدروس المستفاده لو في دروس كانت مستفاده عندي. البروجكت سكيدجول، لان الريسبونس ده عباره عن اكشن انا هعمله بلو تايم، طيب التايم بتاعه هيكون اكيد خلال الجدول الزمني او خلال فتره المشروع بناء على الجدول الزمني بتاع المشروع، يبقى محتاج اكون عارف كمان البروجكت سكيدجول. الريسورس بريك داون ستراكشر، لان انا هتعامل مع افراد، الافراد اللي هينفذوا الريسبونس ده، طيب يبقى محتاج اكون عارف الريسورس بريك داون ستراكشر والريسورس كالندر اللي بيقول لي الناس دي اللي هم افراد الفريق امتى اجازاتهم، امتى متاحين موجودين في المشروع ده، يمكن يكونوا موجودين في مشروع تاني وهكذا. الريسك ريجستر او سجل المخاطر، لان هو في المخاطر نفسها اللي انا هخطط ليها ريسبونس. الريسك ريبورت اللي بيقول لي موقف الخطر او موقف الريسك عموما دلوقتي ايه. الستيك هولدر ريجستر، الافراد نفسهم اللي هفكر معاهم في عمليه الريسك ريسبونس نفسه، فمحتاج ان انا اتواصل معاهم. الانتربرايز والاورجانيزيشن اخد منها الاي اف والاوبي. بالنسبه للاوتبوت المنطقي او المفروض ان هو يطلع من البروسيس دي، ان انا اعمل ابديت على الريسك ريجستر، ودي هنلاقيها موجوده في الاخر خالص اللي قبل الاخيره. بس هو هنا ذكر مجموعه من العناصر الثانيه، التشينج ريكويست، لان الريسبونس ده عباره عن ممكن يكون اكتيفيتي جديد انا بعمله، فبالتالي ممكن ان انا ازود في سكوب المشروع، اقلل في سكوب المشروع وهكذا. بالنسبه للبروجكت مانجمنت بلان، ممكن يبقى في تحديث على جميع المكونات بتاعه البروجكت مانجمنت بلان. والبروجكت دوكيمنتس الاسامشن لوج او سجل الفرضيات، لو كنت افترضت حاجه وبدات ان انا يوضح عندي الافتراض ده، فببدا ان انا اصحح الكلام ده في الاسامشن لوج، او لو في فرضيه جديده وهكذا. الكوست فوركاست، لان هو ممكن يتاثر بالريسبونس اللي انا هاخده، الريسبونس ده ممكن ان هو يزود او يقلل من التكاليف. الليسونز ليرن ريجستر، لو في دروس مستفاده اتعلمتها. البروجكت سكيدجول، لان انا بفترض ان انا هعمل ريسبونس معين هيبقى له تايمينج او هيبقى له اكشن معين هيتنفذ في تايم معين، فازود الكلام ده على السكيدجول. البروجكت تيم اساينمنتس، لان انا في بعض افراد الفريق هقول لهم ان هم يعملوا تاسك معينه متعلقه بالريسك او متعلقه بالريسبونس، فازود الكلام ده في الاساينمنت. الريسك ريجستر نفسه اللي هو سجل المخاطر عشان ابدا اسجل الريسبونس ده فيه. الريسك ريبورت عشان وانا بطلع الريبورت اخد في اعتباري الداتا الجديده. نبدا واحده واحده نتعرف على الانبوتس اللي موجوده. البروجكت مانجمنت بلان، وقلت محتاج منها الريسورس مانجمنت بلان. الريسورس مانجمنت بلان بتقول لي ازاي اتعامل مع الموارد، ومنها الموارد البشريه. هنا انا بعمل تخطيط للريسبونس. الريسبونس ده عباره عن اكشن معين انا هعمله لما الريسك يحصل، وبالتالي محتاج حد معين ان هو يكون مسؤول عن الريسك، واحد يكون ريسك اونر يكون مختص بمتابعه الريسك ده، عشان لما الريسك يحصل يبدا ان هو يتصرف. طيب طالما انا هتعامل مع الريسك اونر، يبقى انا محتاج ان انا اكون عارف الريسورس مانجمنت بلان اللي بتقول لي مين هم الافراد وتعامل معهم ازاي والكلام ده كله. used to help to determine how resources allocated to risk response will be coordinated، ازاي انا هعمل coordination ليهم.
من ضمن الانبوت برضو الريسك مانجمنت بلان، لان الريسك مانجمنت بلان بتعرف لي ازاي هعمل جميع البروسيس اللي موجوده في الريسك مانجمنت اللي منها البلان ريسك ريسبونس. هنا بيقول لي ريسك مانجمنت رولز اند ريسبونسبيلتيز، دي واحده من العناصر اللي موجوده في الريسك مانجمنت بلان. انا عايز اعرف الادوار والمسؤوليات بتاعه الافراد and risk thresholds. والthresholds او الاعتاب بالنسبه لي المفروض ان انا ما عدهاش، لان لو عدتها هيبقى الموضوع او الريسك non acceptable او مش مقبول، يعني بتحدد لي الليميت اللي لغايه عندها ممكن ان انا اكون الريسك ده مقبول. من ضمن العناصر برضو الكوست بيز لاين. الكوست بيز لاين هنا بيديني معلومات عن الكونتينجنسي. لو تفتكروا ايام ما درسنا الكوست مانجمنت كان في جزء اللي هو الكوست بيز لاين والبادجت، وكنا قلنا الكوست بيز لاين بيشمل الكونتينجنسي ريزيرف، اما البادجت كانت بتشمل المانجمنت ريزيرف. لما كنت باخد الكوست بيز لاين وازود عليه المانجمنت ريزيرف بيبقى البادجت. وعشان كده الكوست بيز لاين طالما هو بيشمل الكونتينجنسي ريزيرف، والكونتينجنسي ريزيرف متعلقة بالطوارئ، فشيء طبيعي ان هيبقى فيه ان واوت مستمر ما بين الاثنين. هلاقي ان الكوست بيز لاين مره الانبوت ومره بعد كده اوتبوت، لان انا هاخد ريسبونس معين وهبدا ان انا احدث في الكوست بيز لاين، لان هشيل ريزيرف على جنب، فهيبقى انبوت وهيبقى اوتبوت بالنسبه لي. Information on the contingency fund that is allocated to respond to risk. من ضمن العناصر في الانبوت البروجكت دوكيومنتس، ومنها اللسنز ليرند ريجستر سجل الدروس المستفاده. البروجكت سكيدجول، لان الريسبونس ده عباره عن اكتيفيتي انا هعمله ولو تايمينج معين هيتعمل فيه، فبالتالي انا محتاج اطلع على السكيدجول عشان اشوف هو هيكون موعد المشكله دي امتى، او موعد الريسك ده هيحصل امتى، وبالتالي موعد الريسبونس ده امتى. To determine how responses will be scheduled. من ضمن العناصر البروجكت تيم اساينمنتس، لان انا بنفذ الريسك ده من خلال مجموعه من الافراد زي ما قلنا الريسك اونر، فبالتالي محتاج اكون عارف الاساينمنتس اللي مع الناس، الاساينمنت اللي مع التيم. شو ذا ريسورسز ذات كان بي الوكيتد تو ريسبونسز، عشان لما اجي اخد الريسبونس ده اكون عارف مين افراد الفريق اللي متاح بالنسبه لي ان انا اخليهم يشتغلوا على الريسبونس ده. من ضمن العناصر الكالندر، نفس الشيء بتكمل الجزء اللي فات. الكالندر بتقول لي هو الريسورس ده متاح ولا لا، ممكن الريسورس ده يكون مشغول في مشروع تاني، يكون عندي مثلا واحد مهندس من المهندسين الفنيين اللي انا كنت متوقع انه هيساعد معايا في موضوع الحل او الاستجابة اللي هتحصل لو الريسك حصل، واكتشف ان الراجل ده كان اساسا هيبقى في الفترة دي بمحمل على مشروع تاني او بيساعد في بروجكت تاني او في اجازة له وهو مش موجود، محتاج الريسورس كالندر. الريسك ريجستر موجود في المخاطر نفسها، انا عايز اعمل بلان ريسك ريسبونس، عايز اعمل ريسبونسز للريسكس. طيب قول لي ايه هي الريسكس اللي انا هعمل لها ريسبونس، موجوده في الريسك ريجستر. وعشان كده بنقول الريسك ريجستر contains details of individual project risks. الريسك ريبورت بيبين الحاله الحاليه the current level of overall risk exposure. الستيك هولدر ريجستر، لان انا ممكن بعض الستيك هولدر هحتاجهم في الريسبونس، هقول ان الريسبونس ده هينفذه مجموعه من الستيك هولدرز، فبحتاج ان انا اتواصل معاهم، محتاج ان انا اقعد معاهم. فالستيك هولدر ريجستر بيديني مين هم الستيك هولدر، بوتنشال اونرز فور ريسك ريسبونس، اللي ممكن اخليه ريسك اونر، اخليه هو الاونر لريسك معين. من ضمن الانبوتس عندي الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجانيزيشنال بروسيس اسيتس. ندخل على التولز والتكنيكس، واول حاجه عندي هي الاكسبرت جادجمنت، محتاج ناس يكون عندها خلفيه او فكره او خبره في موضوع الاستراتيجيز، الاستراتيجيز اللي بستخدمها سواء للثريت والاوبورتيونيتيز، وهنتعرف على مجموعه من الاستراتيجيز في البروسيس دي. من ضمن العناصر عندي بتاعت التولز والتكنيكس الديتا جاذرينج، انا عايز اجمع بيانات، تجميع البيانات عشان اطلع ريسبونس معين، عايز اعمل تفكير او عايز اعمل ديسكشن ما بيني وما بين افراد التيم او الستيك هولدرز الاخرين عشان ابدا اشوف ايه الريسبونس المناسب لكل ريسك من الريسكس اللي عندي. فمن ضمن الاساليب بتاعت الديتا جاذرينج الانترفيوز، الانترفيوز سواء كانت الاستراكشرد او السيمي استراكشرد، وكنا شرحناهم قبل كده. During structured or semi-structured with risk owners. الانتربرسونال اند تيم سكيلز، واختار منها الفاسيليتيشن كالمعتاد. الفاسيليتيشن ان انا عايز
أليد أو أعمل قيادة للميتينج، الميتينج أو الانترفيو مع الريسك أونر أو مع الستيك هولدرز، عشان أقدر أن أنا أطلع بفايدة من الميتينج أو من الانترفيو بشكل سريع، لأن هيبقى فيه أفراد كتير، والأفراد الكتير كل واحد له وجهة نظر معينة، وأنا محتاج أن يفضل الميتينج بناء. بناء يعني بنطلع فيه فعلا بنتائج، وبنطلع بيها بشكل سريع وبوقت سريع، بدون ما ندخل في خلافات أو بدون ما ندخل في التعارض ما بين الآراء وبعضها. فمحتاج ان انا اعمل facilitation. A skilled facilitator، الفاسيليتيتور اللي بيكون ماهر. Help risk owners understand the risk، بيساعد الناس على ان هم يفهموا الريسك. Identify and compare possible response strategies، ونبدا ان احنا نعرف ايه هي الريسبونسز اللي ممكن تكون مناسبه، وابدا ان انا اقارنها كمان ببعضها واختار ايه هو المناسب. Choose an appropriate response strategy، اختار الاستراتيجي المناسبه. من ضمن التولز والتكنيكس الاستراتيجيز، الاستراتيجيز عندي البي ام اي عمل خمسة او عرف خمسة استراتيجيز للثريتس وخمسة استراتيجيز للاوبورتيونيتي. نبدا الاول بالثريت، واول استراتيجي هي الاسكليت. اسكليت معناها تصعيد. يعني ايه تصعيد؟ يعني هقول ان الريسك ده انا مش هقدر ان انا اتعامل معاه بسبب ان انا مش عارف ادرسه، او بسبب ان انا درسته بس الريسبونس ده مش في صلاحياتي ان انا اخد الريسبونس، انا عندي اوثوريتي معينه، الريسبونس ده محتاج فلوس كتير والبادجت دي مش عندي، او محتاج مثلا علاقات مع حد، الحد ده انا ما عنديش تواصل اصلا معاه، فبالتالي بعمل لها اسكليشن للمدير بتاعي، المدير بتاعي سواء كان بروجرام مانجر او بورتفوليو مانجر، يعني بعمل لها اسكليشن بره السكوب بتاع المشروع. مانج ذا ريسك ات هاير ليفل، It's appropriate when a threat is outside the scope of the project، بيكون مناسب لما يكون الريسك برا نطاق المشروع. Or that the proposed response، الريسبونس المحتمل أو المتوقع، exceed the project manager's authority، بيعدي الصلاحيات بتاعة مدير المشروع. الاستراتيجية التانية هي avoid. avoid مقصود بيها ان انا اتجنب الريسك خالص، احاول ان انا اوصل لان الريسك ده مش هيحصل، حتى لو الغي جزء من المشروع مثلا عشان الريسك ده مش هيحصل. avoid معناها eliminate the threat، ان انا بمنع الثريت او التهديد تماما. or protect the project from its impact، او بحمي المشروع من الامباكت بتاعه. الاكزامبلز عليها example of avoidance may include changing the project strategy، بغير استراتيجية المشروع. or reducing scope، او بقلل السكوب. طبعا وارد ان الافويد نفسها تكون ليها طريقة سهلة من خلال التفكير، ابدأ اكتشف ان في طريقة ممكن اعمل بيها افويدنس ببساطة، فعلى حسب الحالة ساعتها وعلى حسب كل كيس. من ضمن العناصر بتاعت الاستراتيجيز الترانسفير. ترانسفير مقصود بيها ان انا هلاقي ريسك معين وانا مش عارف الريسك ده ان انا اتعامل معاه ازاي، بس في طرف ثالث مشهور عنه ان هو ممكن يتعامل مع المخاطر دي نتيجة ان هو ياخد بريميوم او فلوس معينة. طيب اقول له طب خلاص لو سمحت انت امني من الخطر ده او التهديد او الثريت ده نتيجة ان انت هتاخد الفلوس، بس انا خلاص مش شاغل بالي ان الثريت ده بقى موجود، خلاص انت اللي هتشيل المشاكل لو حصلت. Shift the ownership of a threat to a third party، بنقل الملكية بتاعت التهديد لـ third party. It often involves payment of a risk premium، أكيد هتفعله risk premium، هتفعله علاوة معينة نتيجة إن هو هيشيل الخطر ده to the party taking on the threat. Examples of transfer may include the use of insurance، إن أنا لما بلجأ لشركة تأمين معينة insurance بقول لها أنا عايز وثيقة تأمين عشان لو ريسك معين حصل أنتوا اللي هتتكبدوا الخسائر أو أنتوا اللي هتحملوا حاجة معينة نتيجة إن أنا بدفع لكم premium، نتيجة إن أنا بدفع لكم مثلا قسط تأمين عشان إن أنتوا تشيلوا الريسك ده. البرفورمانس بوند او ضمان الاعمال، عشان لو حاجه حصلت مثلا ممكن المقاول يكون مقدم ضمان اعمال، فبالتالي اقدر ان انا اخد من ضمان الاعمال دي، او مثلا لو هو هياخد مني فلوس زي دفعه مقدمه او اي نوع تاني من انواع الفلوس، فبيقدم سيكيورتي او بيقدم بوند قصادها عشان يامن الموضوع. البوند اللي هو ضمان الاعمال او ضمان المال. الوارانتيز اللي هي الضمانات على المنتجات. الاجريمنتس اللي هي اتفاقات معينة، وهكذا. ان انا بحاول ارمي الموضوع على طرف ثالث هو اللي يشيل الخطر لو حصل. من ضمن الاستراتيجيز برضو عندي الميتيجيت. الميتيجيت هي اكتر استراتيجي شائعة، مقصود بيها ان انا احاول اعمل تسكين. ميتيجيت ان انا احاول اقلل احتمالية الخطر انه يحصل، او لو حصل اقلل الامباكت بتاعه، ان انا اهدي الريسك.
reduce the probability of occurrence، بقلل احتمالية الحدوث، and or impact أو بقلل الإمباكت اللي هينتج نفسه of a threat عن التهديد. الإكزامبلز عليها include conducting more tests، إن أنا أحاول أعمل اختبارات أكتر على المنتج نفسه عشان أضمن إن المنتج مش هيحصل منه failure، فبقلل الخطر إن أنا عملت اختبارات كتير. or choosing a more stable seller، انا عندي sellers مختلفين او vendor او مورد. المورد ده وارد الان ان هو مثلا مش هيقدر يكمل معايا البروجكت، مش هيقدر ان هو يورد، طيب خلاص يعني حتى لو المور ستيبل سيلر ممكن يبقى اغلى شوية، بس قصاد ان انا ما بقاش قلقان من الريسك ده، فحاول ادور على المور ستيبل سيلر. or prototype development، عملية البروتوتايب او ان انا اعمل موكب او حاجة مثلا تبقى نموذج قبل ما ابدأ ان انا اعمل الشغل بتاعي عشان اشوف ردود الافعال، يعني مثلا لما اكون عندي فندق او مستشفى او اي حاجة بعملها واجي اعمل مثلا غرفة من الغرف تبقى موكب قبل ما ابدأ ان انا اشطب الفندق بالكامل، لا اعمل دي ان هي تبقى موكب عشان اشوف ردود الافعال على الموكب روم دي، هل مثلا نغير حاجة في التشطيب، هل ده مناسب، الأجهزة اللي راكبة مظبوطة، بحيث ان انا اتيقن فعلا من ردود الافعال واخدها من بدري قبل ما ابدأ ان انا اعمل انتاج بكم كبير، ان انا اخلص يعني التشطيبات مثلا اللي موجودة في المشروع او ان انا اخلص الاكتيفيتيز اللي مطلوبة مني، ويرجعوا بعد كده الستيك هولدرز يقولوا لي لا معلش الكلام ده مش مناسب، محتاجين ان احنا تعيد. فعشان كده الموكب او البروتوتايب بقت اسهل شوية او بتسهل شوية موضوع ان الناس تتعرف على المشاكل او ان انا اخد ردود الافعال بتاعت الناس بشكل مسبق او بشكل بدري. اخر واحدة هي الاكسبت. اكسبت مقصود بيها ان انا اقبل الريسك او الثريت التهديد زي ما هو بدون ما اخد اي اجراء، مش هحاول ان انا افكر نتيجة ان انا مش عارف اخد واحد من الاستراتيجيز التانيين، وطبعا دي اقل استراتيجي ممكن ان انا اتعامل معاها، وبتعامل معاها لو خلاص يعني مفيش حل تاني، مش لاقي اي حل تاني ان انا اعمله، فخلاص مفيش قدامي حل غير ان انا يعني اسجلها عندي ان الريسك ده موجود وانا مش عارف اتعامل معاه، والاستراتيجي بقت accept. والacceptance في منه نوعين، يا إما active acceptance يا passive acceptance. الactive acceptance مقصود به إن أنا أخلي على جنب طيب reserve احتياطي معين للريسك ده عشان لما الريسك يحصل أبدأ أستهلك من الريزيرف أو من الاحتياطي ده. أما الpassive acceptance معناه إن أنا مش هاخد action ومش هاخد reserve كمان ومش هشيل على جنب reserve. acknowledge the existence of a threat، ببقى خلاص على علم بان في threat but no action is taken، ما خدتش اي action، ما خدتش اي قرار او فعل او response معين، ما خططتش ليه. This may be appropriate when it's not possible or cost effective to address a threat، ده بيكون فعال لو كان صعب جدا او غير ممكن ان انا اتعامل مع الريسك ده، او ممكن يكون مش cost effective، يعني ايه؟ يعني انت بتطلع لي حلول معينة بس الحلول دي هتكلف قيمة اكبر من الريسك نفسه، اكبر من القيمة اللي انا هتكبدها من الريسك، طيب انا هعمل ليه الحل اللي اغلى من الريسك؟ خلي الريسك يحصل وخلاص مفيش مشكلة طالما الحل اللي انت طلعهولي ده مش cost effective. This may be appropriate where it's not possible or cost effective to address a threat in any other way، بأي طريقة تانية. Acceptance can be either active with reserve or passive no action no reserve. الاستراتيجيز الخاصة بالopportunities هيبقى هما نفس الخمسة الخاصين بالthreat بس معكوسين بشكل ما. اول واحدة طبعا هتبقى الescalate. الescalate نفس الشيء، انا شايف فرصة عندي ممكن ان المشروع يكسبها او الorganization نفسها تكسبها، طيب الفرصة دي مش في صلاحيتي او مش ما عنديش صلاحية ان انا ادخل في الاوبورتيونيتي دي، طيب خلاص اعمل لها اسكليشن، اعمل لها تصعيد للمستوى الاعلى، اعرف البروجرام مانجر او البورتفوليو مانجر ان في اوبورتيونيتي معينه ممكن الشركه تكسبها من خلال ان انا اتواصل معاهم او اعمل لهم اسكليشن. manage the risk at higher level، في مستوى اعلى. it's appropriate when the opportunity is outside the scope of the project، بره نطاق المشروع او
or that the proposed response would exceed the project manager authority. هيعدي صلاحية مدير المشروع. مثلا الشركة قدامها project مثلا ان هي تاخده او منفعة مثلا ممكن ان هي تعملها, والبروجكت اللي هتاخده ده اكبر من صلاحيات مدير المشروع ان هو يتفق عليه. مدير المشروع ما عندوش امكانية ان هو يتعاقد مثلا بالنيابة عن صاحب الشركة. طيب يرفع الكلام ده للبروجرام مانجر او البورتفوليو مانجر عشان هو اللي عنده الصلاحية انه يعمل تعاقد جديد مثلا, او لو تعاقد مثلا للمشروع نفسه بس انا مش قادر ان انا اتعاقد لان انا ليا ليميت في التعاقدات او المشتريات, ليا ليميت مثلا لغاية مثلا 10 مليون اقدر ان انا اعمل التعاقد بنفسي, لكن اكتر من كده مش هقدر ان انا اعمل التعاقد. وان كان الوضع ده مش نظري قوي, المعتاد يعني ان بيبقى ايه الاثوريتي بتاعت البروجكت مانجر بتكون اقل من كده. النقطة الثانية هي الاكسبلويت. الاكسبلويت عكس بالظبط الافويد. الافويد لما كان عندي ثريت وحاولت ان انا اتجنبه تماما عشان ما يحصلش, هنا الاكسبلويت مقصود بها ان انا تماما اتيقن ان انا هاخد الفرصة. كابشر ذا بنفيت of the opportunity, باخد فعلا البنفيت او الفايدة بتاعت الفرصة دي. الاكزامبلز عليها, examples of exploiting responses may include assigning talented resources or using new technology. انا عندي فرصة معينة ان انا اقدم مثلا سيرفيس معينة, والسيرفيس دي محتاجة خبرة ببرامج مثلا كمبيوتر, او محتاجة ان انا يكون عندي برنامج معين ان انا ادي للكلاينت كPMIS مثلا, والبرنامج ده محتاج ان انا اكون فاهم فيه بس انا ما عنديش البرنامج وما عنديش الخبرة بتاعته. طيب ليه ما زودش التكنولوجي دي عندي ان انا اكون مثلا عندي البرنامج, او ان انا اكون وكيل للبرنامج ده بحيث ان انا اضمن ان انا هادي السيرفيس دي للكلاينت. فبالتالي انا بكسب الفرصة نفسها من خلال النيو تكنولوجي او من خلال تالنتد ريسورس, ان في فرد معين من افراد الفريق هيكون الرجل ده موهوب وفاهم في الجوب دي مثلا, وابدأ ان انا اوظفه في المشروع عشان اضمن ان هو هيأدي الجوب المطلوبة منه بشكل مناسب. فبالتالي الكلاينت بتاعي او الكاستمر بتاعي هيعجبه الموضوع وهيبدأ انه يديني الشغل التاني اللي انا كنت مثلا ايه حابب ان انا اوصل له, اللي هي الاوبورتيونيتي نفسها. هيديني الاوبورتيونيتي فاقدر ان انا اعمل لها اكسبلويت. من ضمن الاستراتيجيز برضو الشير. الشير عكس الترانسفير. في الثريد كنا بنقول ترانسفير ان انا بنقل ملكية الثريد ده او التهديد ده لطرف تالت, الطرف التالت ده هو اللي بيتحمل الموضوع. هنا الشير مختلفة شيء ما, ان انا بعمل مشاركة, بحاول ان انا اشوف مين ممكن يساعدني في ان انا يعني اخد الاوبورتيونيتي دي, لان انا مش قادر ان انا اخدها لوحدي. طيب ما تيجوا نعمل جوينت فينشر او مشاركة ما بيني وما بين شركة تانية هي هتساعدني على ان انا اقتنص الفرصة. مثلا في اشتراط حطاه مثلا احد الوزارات او الحكومات ان انا ما اقدرش ان انا ادخل المشروع ده لانهم عايزين مثلا شركة اجنبية. طيب احاول ان انا اعمل شراكة ما بين شركتي وشركة تانية اجنبية عشان نقدر ان احنا ناخد الفرصة دي. Transferring ownership of an opportunity to a third party so that it shares some of the benefit. هنا بتشارك بعض البنفيت. الجزء بتاع الثريت لما كنا اتكلمنا على الترانسفير كنت بنقل الريسك بالكامل نتيجة ان انا بس بديهم بريميوم, ريسك بريميوم او علاوة معينة, لكن هنا لا, احنا بنتشارك في البنفيت, احنا الاثنين بنحاول نقسم البنفيت علينا. الاكزامبلز عليها, examples of sharing actions include forming risk sharing partnership, بحاول ان انا اعمل شراكة او joint venture ما بيني وما بين شركة تانية عشان نوزع الفرصة علينا عشان نعرف نقتنص الفرصة. الاستراتيجي الرابعة هي الانهانس. الانهانس عكس ميتيجيت. ميتيجيت كنت بحاول ان انا اسكن او اهدي او اقلل الثريت او التهديد, لا هنا انا بعمل انهانس او تحسين للفرصة, بحاول ان انا ازود احتمالية ان الفرصة دي تحصل او ازود الامباكت. طيب انا هكسب من الفرصة دي, طيب ما تحاول تخلي المكسب اعلى شوية, بدل ما يبقى المكسب قليل لا حاول ان احنا نزود السيرفيسز اللي محتاجها الكاستمر بتاعنا بحيث ان احنا يبقى البرودكت اللي بنطلع الله فعلا برودكت كويس ويدفع فيه فلوس اكتر. فبحاول ان انا ازود الامباكت بتاعي اللي ناتج عن الفرصة دي, لان الامباكت هنا هيبقى بنفيت, هيبقى عبارة عن فايدة او مكسب ليا.
increase the probability الاحتمالية and or impact أو الimpact اللي ناتج عن الopportunity. Examples include adding more resources to an activity to finish early. إن أنا مثلا هاخد بونس معين أو مكافأة معينة لو خلصت المشروع بدري. طيب أحاول إن أنا أزود resources عشان أقدر إن أنا أخلص المشروع في موعده فبالتالي أخد البونس. بس طبعا لازم أعمل balance ما بين اللي أنا هدفعه عشان أخد الفرصة وقيمة الفرصة نفسها. ممكن يبقى البنفيت نفسه أو البونس نفسه قليل ما يستاهلش الكلام ده فهيبقى مفيش داعي ان انا ازود الريسورسز. وفي الاخر عندي accept. accept هنا نفس كلمة accept اللي موجودة هناك, بس accept مش معناها ان انا هقبل الفرصة. accept معناها ان انا هقبل بالوضع الحالي, ان انا مش هعرف اخد الفرصة. accept معناها ان انا هسيب الفرصة زي ما هي ومش هقتنصها او مش هاخدها وهضيع الفرصة مني. قد تكون الصياغة بتاعت كلمة accept فيها ايهام شوية ان انا هاخد الفرصة, لا هنا المقصود في accept ان انا هضيع الفرصة, هقبل بالوضع الحالي. هو الـ PMI افترضها ان هي accept عشان تتماشى مع كلمة accept اللي موجودة في الثريت, ان انا قبلت بالتهديد زي ما هو, هنا قبلت بالفرصة زي ما هي بدون ما اخدها, دون ان افعل اي شيء, دون ان اقتنصها. acknowledge its existence, بفهم او ببقى على علم ان هي موجودة, but no action is taken, بدون ما اخد اي اجراء. this may be appropriate when it's not possible or cost effective to address the opportunity. نفس الشيء اللي كنا قلناه في الثريت, انا مش قادر ان انا اخدها او هيبقى cost effective, هدفع كتير عشان اخد فرصة والفرصة هتبقى البنفيت بتاعتها اقل من اللي انا هدفعه اجمالا. to address the opportunity in any other way. acceptance can be either active, ممكن هي تبقى active ان انا اخلي فيه reserve عندي, او passive بدون reserve. من ضمن التولز والتكنيكس عندي contingent response strategy. الاستراتيجي دي او contingent مقصود بيها ان انا بعمل contingency plan. البلان بتبقى اكبر شوية من response, بدل ما اعمل response استجابة بسيطة, لا دي هتبقى عبارة عن مجموعة responses معينة متكاملة في شكل خطة اعددتها ان هي يبقى حدث معين كبير هيحصل, لو حصل هتصرف ازاي. بتبقى مثلا في الحاجات الكبيرة زي مثلا revolution حصل او ثورة مثلا او سترايك او حاجة جامدة هتوقف المشروع وهتعمل مشاكل كبيرة. طيب هبقى هأمن الناس ازاي, هطلعهم من البلد اللي رايحين يشتغلوا فيها دي ازاي. هتبقى اكتر من ريسبونس, مش ريسبونس بسيط, لا هتبقى بلان متكاملة, خطة كاملة. also known as contingency plan, خطة طوارئ. this plan contains designed responses, استجابات مصممها انا, that are being implemented when a risk trigger occurs, ببدأ ان انا انفذها لما الاقي التريجر حصل. التريجر اللي هو العلامة اللي بتبين ان بداية الريسك او ان الريسك is about to occur, على وشك ان هو يحصل. من ضمن التولز والتكنيكس strategies for overall project risk. هنا الـ PMI زي ما هو عرف الـ individual risk, عايز كمان ان هو يقول ياريت نهتم برضو بالـ overall project risk, الخطر العام للمشروع. واتكلم يعني بشكل ايه ملخص او مجمل كده, قال نفس الاستراتيجيز اللي استخدمناها قبل كده على الـ individual risk ممكن ان احنا نستخدمها في الـ overall project risk. طبعا الكلام مجمل وعام بشكل كبير وبدون اي تفصيل. اكيد الـ overall project risk تنتج عن الانديفيدوال ريسكس نفسها, وطريقه تعاملي مع الانديفيدوال ريسكس هي اكيد اللي هتحدد الاوفرول بروجكت ريسك هيكون قيمته قد ايه واتجاهه ايه وهل هو ثريت ولا اوبورتيونيتي والكلام ده كله. بس البي ام اي بس بيحاول ان هو ياكد على المصطلح الجديد ان في حاجه اسمها اوفرول بروجكت ريسك, فيا ريت برضه نبقى واخدين بالنا منها. فمزود كمان موضوع الاستراتيجيز ليها وقال responses should be planned, اخطط لها, and implemented not only for individual risk but also to address overall project risk. The same risk response strategies, نفس الاستراتيجيز اللي خدناها اللي هم الخمسة في الثريت وخمسة في الاوبورتيونيتي, that are used to deal with individual risks can also be applied to overall project risk. نفسهم هطبقهم على الـ overall project risk. التول والتكنيك اللي بعد كده الـ data analysis. الـ data analysis نتيجة ان انا عندي تفكير في responses فبالتالي عملت اكتر من response. طيب انهي response منهم هيكون افضل, فببدأ ان انا اقارن ما بين alternatives دي او الاختيارات دي, comparison of the alternative risk response, ان انا ابدأ اقارن ما بينهم. الكوست بنفيت اناليسيز مقصود بيها ان انا ابقى واخد بالي من نقطه الكوست افكتيف اللي كنا قلنا عليها, هل الريسبونس اللي انا بعمله
هل الريسبونس ده اوفر ولا سيب الريسك نفسه انه يحصل. فمحتاج ان انا اقارن ما بين الكوست والبنفيت اللي انا هدفعه واللي هيجي لي او هكسبه. The ratio of change in impact level, التغير في الامباكت, divided by implementation cost. الامباكت ليفل مقصود بيه النتيجة اللي هتحصل من ان انا قللت الخطر او ان انا اكتسبت الفرصة او كسبت الفرصة. التشينج في الامباكت ليفل هو ده اللي هيجي لي البنفيت على الامبلمنتيشن كوست اللي هو الريسك نفسه, الريسبونس نفسه اللي انا هعمله عشان اتجنب المخاطر دي. الريسبونس نفسه كانت تكلفته ايه, الامبلمنتيشن كوست بتاعته, عشان اقارن ما بين اللي هدفعه واللي هكسبه. gives the cost effectiveness of this response strategy. من ضمن التولز والتكنيكس عندي الديسيشن ميكينج. الديسيشن ميكينج اخذ منها هنا المالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس. انا عايز اعمل تحليل بناء على مجموعه عناصر. يعني لما يبقى عندي ريسبونسز متعدده, انا طلعت مثلا للريسك ده 4 ريسبونسز, طيب اختار اني فيهم, اني فيهم اللي هنفذه. محتاج ان انا اقارن ما بين ريسبونسز. هقارن بناء على ايه؟ بناء على عده عوامل, من ضمنها ممكن يكون كوست اوف ريسبونس, تكلفه الريسبونس ده نفسه هيتكلف معايا قد ايه, لان ممكن في ريسبونس هيتكلف كتير وريسبونس هيتكلف قليل, فمحتاج ان انا اقارن. طب هل التكلفه بس؟ لا, محتاج ان انا اقارن بناء على عده عوامل, من ضمنها probable effectiveness of response. هل الريسبونس ده مؤثر فعلا ولا لا, مدى الفعاليه بتاعته. من ضمن العناصر برضو resource availability. انا بقول ان في ريسبونس مثلا انا هعمله, والريسبونس ده معتمد على فلان الفلاني, واحد من التيم ممبرز او الريسورسز اللي عندي. طب هل هو متاح, هل هو موجود, ولا في الفتره دي هو مش موجود, في اجازه, محمل على مشروع تاني, مش هيبقى فاضي انه يشتغل معايا. فمحتاج اخد في اعتباري الريسورس افيلابيليتي لكل ريسبونس منهم, عشان ما اختارش ريسبونس يكون الريسورس بتاعه مش افيلابل. التايمينج, وقت بتاع تنفيذ الريسبونس نفسه, سواء كان التايمينج كموعد او الديوريشن اللي هياخدها الريسبونس اثناء التنفيذ, عشان اقدر ان انا اقارن ما بين الريسبونسز المختلفه. الكونسترينز او القيود, وكنا اخذنا مجموعه من العوامل قبل كده لما اتكلمنا وقلنا ان العوامل مش بس probability وimpact, في عوامل تانية ممكن تاثر على الريسك زي القيود اللي عندي, الارجنسي, البروكسيميتي والدورمانسي. من ضمن العناصر برضو السكندري ريسك. السكندري ريسك مقصود بيه الريسك الثانوي اللي هو يتولد عن الريسبونس. يعني ايه؟ يعني انا لما باجي ادرس بيبقى عندي برايمري ريسك. برايمري ريسك ان في مثلا الفندور ده ممكن ان هو مش هيقدر انه يورد معايا, نتيجة ان هو الملاءة المالية بتاعته ضعيفة, فانا خايف ان الراجل ده مش هيقدر انه يورد الكمية, فبالتالي ده بقى عندي ريسك. طيب عشان الريسك ده اهرب منه, بدأت اقول طيب انا حاول مثلا ان انا ايه اشوف مثلا حد تاني. طيب الحد التاني ده لقيت مثلا واحد باكب بالنسبة لي, بس الباكب ده بعيد وفي منطقة ابعد, والمنطقة الأبعد دي وارد إن أنا لما أجي أشتري منه هيتأخر الدليفري بتاعه بسبب إن هو برا البلد مثلا, فهيجيب لي البرودكت اللي أنا عايزه أو الدليفري اللي أنا منتظره هيجيبه لي, وهيدخل لسه الجمارك والمينا والكلام ده, وهيبدأ إن هو يتعطل فهياخد وقت أطول. طيب ده كده ريسك جديد. الريسك الاولاني كنت انا قلقان بس من الملاءة المالية بتاعت المورد الاولاني, انت كده دخلتني في حاجة تانية. التانية دي هي اللي بسميها secondary risk, وبالتالي secondary risk عبارة عن المخاطر السنوية اللي ممكن تتولد عن الريسبونس. يعني انا كان عندي primary risk, عملت له response, بناء على الريسبونس ده هيتولد مخاطر تانية او مخاطر ثانوية. لو هي اقل فبقول خلاص مش مشكلة, بس بسميها secondary risk. لكن لو هي اكبر اكيد يعني هتقلقني من ان انا اروح للريسبونس ده. الاوتبوتس عندي او المخرجات التشينج ريكويست. التشينج ريكويست انا بعمل هنا ريسبونس. الريسبونس ده عباره عن اكشنز, عباره عن افعال, عباره عن حاجه انا هعملها, اكتيفيتيز انا هعملها, وبالتالي الاكتيفيتيز دي ممكن تكون ان انا بزود في نطاق المشروع او بقلل في نطاق المشروع عشان اعمل افويدنس للريسك, ان انا اتجنب, فقلت هشيل الحته دي, الجزء ده خلاص بلاش داعي, مفيش داعي ان انا انفذه, فبالتالي وارد ان ينتج عندي تشينج ريكويست. Change request to the cost and schedule baseline.
من ضمن الاوتبوت عندي التحديثات على البروجكت مانجمنت بلان، على السكادجول مانجمنت بلان، ابديت تو ذا سكادجول استراتيجي، الاستراتيجيه بتاعت الجدول الزمنيه، الكوست مانجمنت بلان، البادجت استراتيجي اند هاو كونتينجنسي ار كونسيومد، لان انا نتيجه الريسبونس ده هيبقى فيه تعامل على الكونتينجنسي، فممكن يبقى فيه تحديث للكوست مانجمنت بلان في طريقه التعامل مع الكونتينجنسي ده، الكواليتي مانجمنت بلان، كواليتي مانجمنت ابروتشز اور بروسيسز، ممكن بناء على الريسك ده اقول ان انا هزود الاختبارات عندي، فبالتالي ممكن ان انا اغير في الكواليتي مانجمنت بلان، الريسورس مانجمنت بلان لان انا بتعامل مع افراد الفريق وطريقه الرولز والريسبونسابيلتيز والاساينمنت ليهم ممكن ان هي تختلف، البروكيورمنت مانجمنت بلان ممكن ان انا اضطر ان انا اعمل تعاقد معين او اجريمنت معينه ما بيني وما بين الناس فببدا ان انا اغير في البروكيورمنت، السكوب بيز لاين، السكوب بيز لاين والسكادجول والكوست بيز لاين اكيد ان هم هيتاثروا نتيجه ان في ريسبونس، ريسبونس معناه ان انا بضيف اكشن جديده فبالتالي ممكن ان انا بضيف سكوب والسكوب ده لو تايم هيتنفذ فيه وهيحتاج فلوس عشان يتنفذ فبالتالي هياثر على السكوب بيز لاين والسكادجول بيز لاين والكوست بيز لاين. من ضمن الاوتبوت عندي البروجكت دوكيومنتس ابديت زي الاسامشن لوج، لو كان في فرضيات جديده او فرضيات اتغير حالتها ببدا ان انا احدث ده في الاسامشن لوج، لان الفرضيات دايما بتبقى مرتبطه بالريسك، لان انا ببقى مفترض حاجه معينه والحاجه دي بدات ان انا يعني اقلق من الفرضيه ان هي ما تبقاش صح فتولد عن ذلك خطر معين، ان هي لو ما كانتش الفرضيه دي صح هيحصل ايه؟ ممكن يبقى في تهديد معين عندي، فعشان كده في علاقه كبيره ما بين الاسامبشنز والريسك. نفس الشيء الكوست فوركاست، الكوست فوركاست ممكن تتغير بسبب الريسبونس اللي انا هاخده، الريسبونس ده هيكلف فلوس معينه وبالتالي بقى متوقع ان انا اصرف مصاريف معينه، بقى في فوركاست جديد. كوست فوركاستس مي تشينج از ا ريزلت اوف بلاند ريسك ريسبونس. Lessons learned register لو في دروس مستفادة جديدة information about risk responses that may be useful ممكن تكون مفيدة for future phases or future projects سواء هستخدمها في المشروع ده في phases لاحقة أو مراحل لاحقة في المشروع أو في مشاريع تالية أو مشاريع لاحقة. من ضمن الاوتبوت عندي البروجكت سكيدجول، الاكتيفيتيز المتعلقه بالريسبونس نفسه هنفذه امتى، ده عباره عن اكتيفيتي هزوده في الجدول الزمني، اكتيفيتيز ريليتنج تو اجريد ابون ريسك ريسبونسز، البروجكت تيم اساينمنتس لان في ريسك اونر هو اللي هيبقى مختص بمتابعه الريسك ده ويشوف تريجر، اول ما يحصل التريجر يبدا ان هو ياخد الريسبونس ده ويبلغ الناس such as risk owner or other team members who have a role in the risk response، ممكن هو ما يبقاش الريسك اونر بس هيساعد الريسك اونر في ان هو ينفذ الريسبونس ده. من ضمن الاوتبوتس عندي project documents update على الريسك ريجستر، الريسك ريجستر والابديت بتاعه يعتبر اهم اوتبوت عندي هنا، لان انا عملت ريسبونس معين، الريسبونس ده محتاج ان انا اسجله في مكان، هسجله فين؟ هسجله في الريسك ريجستر جنب الريسك اللي انا كنت بقول عليه بعد ما عملت له ايدنتيفاي وعرفت الكاتيجوري بتاعته وربطته بالدبليو بي اس واديت له البروبابيليتي والامباكت سواء كان كواليتيتيف او كوانتيتيف، محتاج كمان ان انا اكتب بقى الريسبونس ده ايه هو البلاند ريسبونس، فهسجل في الريسك ريجستر اجريد ابون ريسبونس استراتيجي، ايه الاستراتيجي اللي اتفقنا عليها ان هي تتنفذ، سبيسيفيك اكشن تو امبلمنت ذا تشوزن response strategy، ايه الاكشنز اللي انا هعملها عشان انفذ الاستراتيجي دي، الريسك تريجرز ايه هي العلامات اللي لو شفتها ابقى خلاص عارف ان الريسك ده على وشك ان هو يحصل، budget and schedule activities required to implement the chosen responses، انا محتاج time عباره عن ايه، الديوريشن بتاع تنفيذ الريسبونسز وهيتنفذ امتى، والكوست كمان اللي انا محتاجها، البادجت اللي انا محتاجها عشان انفذ الريسبونس ده، contingency plans لو في plan معينة خطة طوارئ محتاج ان انا اسجلها، الفول باك بلان، الفول باك معناها المتابعة، خطة المتابعة دي بنفذها لو البرايمري ريسبونس نفسه ما نجحش، لو البرايمري ريسبونس نفسه الاستجابة الأولية ما نجحتش ممكن أكون عامل باك أب بلان، خطة بديلة بسميها فول باك بلان، الفول باك بلان أو خطة المتابعة لو البرايمري ريسبونس نفسه ما نجحش، fallback plans for use when the primary response proves to be inadequate بيثبت ان هو غير فعال،
الريزيدوال ريسك. الريزيدوال ريسك ده عبارة عن الاستراتيجي اللي هي اسمها اكسبت. اكسبت لما بختارها خلاص ده معناه ان انا ما عملتش اي حاجة، انا سبت الثريت او التهديد زي ما هو، وبالتالي بيتبقى الريسك موجود عندي، انا ما خدتش اكشن تجاهه. فطالما ما خدتش اكشن فبيبقى اسمه residual risk، ريسك متبقي او خطر متبقي. residual risks that remains after acceptance، بعد ما عملت acceptance، or after responses have been taken، او بعد الريسبونس، ممكن اكون الريسبونس اخدته لواحد من الريسكس ومع ذلك الخطر مازال موجود، فبسميه برضو residual risks. السكندري ريسك وكنا عرفناها وقلنا ان هي ممكن تنشأ عن ان انا بعمل الريسك ريسبونس، يعني وانا بنفذ الريسبونس عشان اتجنب ريسك معين فبينتج ريسك تاني بسميه مخاطر ثانوية، سكندري ريسكس. ومن ضمن الاوتبوت عندي الريسك ريبورت. الريسك ريبورت هحط فيه بقى الموقف المتكامل او الموقف الحالي بعد ما عملت الريسبونسز، بعد ما خططت الريسبونسز هعمل ريبورت او هطلع ريبورت بحيث ان هو يعمل سمرايز للكلام اللي انا قلته، عشان ما يبقاش الموضوع بس مجرد ريجستر. الريجستر عباره عن جدول، الجدول ده مش صيغه ريبورت. الريبورت عشان يبقى وثيقه متداوله كتقرير يتداول ما بين الناس، المفروض التقرير ما يبقاش مجرد ان هو سجل او ما يبقاش ان هو جدول بس كده، لا لازم يبقى كمان فيه ناراتيف، يبقى فيه كلام مكتوب بيبين مثلا انا عملت ايه، الريسك ريجستر ده موجود فيه ايه، طيب الريسك ريجستر فيه ايه اهم الريسك، وايه هي مثلا الريسبونسز اللي انا هاخدها، وايه الفول باك بلان مثلا، او ايه الكونتينجنسي بلان. ببدا ان انا اوصف فيه، اكتب فيه كلام عشان الكلام يبقى تعبير للريسك ريجستر، ما يبقاش بس ريسك ريجستر. Present agreed upon responses، الresponses اللي أنا اتفقت عليها. And the expected changes، والتغيرات المتوقعة. That may be expected as a result of implementing these responses، اللي ممكن تكون متوقعة بناء على تنفيذ الresponses. يعني زي ما بنقول الريبورت يا إما بيكون periodical، يعني في وقت معين مثلا في نهاية كل شهر مثلا أو كل أسبوعين بطلع ريبورت، أو بطلع ريبورت بناء على إن أنا خلصت activity مهم زي إن أنا خلصت البلان risk responses، فبطلع تقرير مع الريسك register بيحكي إيه هي الحالة الحالية أو إيه هي responses اللي إحنا اتفقنا عليها. وبكده يبقى انتهينا من البروسس الخمسة، plan risk responses.